أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تولاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. بعض الناس يسألوني مين هو المصنف ده اسم واحد ده. لا، المصنف اللي هو صاحب الكتاب الشيخ محمد يوسف الكندهلاوي رحمة الله عليه، وهو من كبار مشايخ الدعوة والتبليغ في العالم. ولما طلب منه أن يؤلف منهجا قال: ما عندنا شيء إلا الكتاب والسنة، وصنف لهم حياة الصحابة وجمعه من بطون كتب السير والتواريخ والتراجم وكتب السنة رحمة الله عليه. وكما قلنا أنه كتبه واقفا في وقت السحر، يعني مجاهدة منه وعلو همة ونية صادقة أن من يقرأ هذا الكتاب يقرأه جالسا ولا يقرأه نائما كما يفعل بعض الناس حينما يريد أن يقرأ كتاب فيقرأ قبل النوم على السرير حتى يأتيه النوم. لا، لم يرد الشيخ هذا، فكتبه واقفا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: إنكاره صلى الله عليه وسلم على أن تترك الدعوة إلى الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ترك الدعوة، وكأنه يعني شيء مخالف لما جاء به صلى الله عليه وسلم. أخرج الطبراني والبخاري في التاريخ عن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جاءت قريش إلى أبي طالب فذكر الحديث كما سيأتي في باب تحمل الشدائد وفيه، فقال له أبو طالب: يا ابن أخي، والله ما علمت إن كنت لي لمطاعا. يعني أنا دائما كنت أطيعك، دائما أطيعك، فهل تطيعني في هذا الموقف أو في هذا الكلام؟ يعني أنا بأرجوك أن أنت تطيعني، دائما كنت أطيعك ودائما أنت بتطيعني دائما، فهل في هذا الموقف هتطيعني ولا مش هتطيعني؟ ده معنى الجملة: والله ما علمت. بيقول له كده: يا ابن أخي، والله ما علمت إن كنت لي لمطاعا. يعني على حسب علمي أنت مطيع لي وكذلك أنا مطيع ليك. قد جاء قومك يزعمون أنك تأتيهم في كعبتهم، كعبة المشرفة، وفي ناديهم تسمعهم ما يؤذيهم، فإن رأيت أن تكف عنهم، يعني تترك هذا القول، لا تقول هذا القول له. فحلق ببصره إلى السماء صلى الله عليه وسلم فقال: والله ما أنا بأقدر أن أدع ما بعثت به من أن يشعل أحدكم من هذه الشمس شعلة من نار. علق ترك الدعوة على المستحيل، مستحيل أن حد يصل إلى الشمس يشعل شعلة نار منها، هذا مستحيل. فكأنه يقول أن ترك الدعوة مستحيل مثل استحالة هذا الفعل، بل أشد استحالة. وعند البيهقي أن أبا طالب قال له صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني وقالوا كذا وكذا، فابق علي أو فأبقي علي وعلى نفسك، ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. يعني في مرضي وفي كبر سني وفي كذا وكذا، وأنت تعلم أني سيد قريش ولي مكانة وهيبة، فلا تهدر هذا، ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق، لا تكلفني من التكاليف والبلايا فوق طاقتي، ما لا قبل لي به، ما لا أطيق أنا ولا أنت، فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولك. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد بدا لعمه فيه، يعني غير رأيه، كان دايما ينصره، فالآن يعني ظن أنه سوف يتخلى عنه وأنه خاذله، أي يعني لن ينصره وأن يترك نصرته، ومسلمه يعني إلى قريش، أن يتركه إلى قريش يتفاوضون معه ويتركه إلى الهلكة، وضعف عن القيام معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمي، لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري. ما قالوش بقى أنا مش هترك الأمر ده حتى تضع الشمس في يميني والقمر في يساري، لا، قال: لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري، مقابل إيه؟ أن أترك، ما تركت هذا الأمر. يعني حتى لو فعلوا هذا المستحيل، استحالة مطلقة،
حتى يظهره الله، ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه. يعني نعم، أمر هذا الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيما جدا. ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي استجلب الدموع والعبرة، يعني دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم فبكى. وأخرج عبد بن حميد في مسنده عن ابن أبي شيبة بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اجتمع قريش يوما فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة. يعني الكهانة اللي هي حرفة الكاهن، والكاهن هو من يتعاطى الخبر عن كوائن ما يستقبل ويدعي معرفة الأسرار. قد كان في العرب كهنة كشقيق وكسطيح أو سطيح وغيرهما، بعضهم كان له تابع من الجن يلقي إليه الأخبار من السماء، يسترق الأخبار ويلقيها إليه. ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأخبار والأمور بمقدماتها، أسباب يستدل بها على الأحداث التي سوف تحدث. نعم، وبعضهم كان يعرف مكان الشيء الذي سرق أو الشيء الذي ضاع الضالة، يعني من شأن الكهان هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرم إتيان الكهان، قال: من أتى كاهنا أو عرافا صدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي رواية أخرى: لم تقبل له صلاة 40 يوما. الأمر يعني خطير. من أتى عرافا في حديث، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة حائضا امرأته حائضا، أو أتى امرأته في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد، رواه أحمد وأبو داود. روى مسلم عن حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. نعم، ومعنى فسأله عن شيء على وجه التصديق، يعني مصدق به وبما يقول، بخلاف من سأله على وجه الاستهزاء أو التكذيب، والأفضل أنه لا يذهب إليه. ومعنى لم تقبل له مش معنى ذلك أنه يترك الصلاة. بعض الناس يوم يترك الصلاة يقول لك: أنا شربت الخمر، واللي شرب الخمر ما ترفعلوش الصلاة 40 يوم. لا، مش معنى هذا أنه، ولكن معنى لم تقبل له يعني لم يكتب له ثواب الصلاة، وإنما سقط عنه الفرضية، فلا يترك الصلاة بالكلية ويقول لك: أنا خلاص كده ما صليش. لا، هذا خطأ يعني جسيم يقع فيه كثير من الناس، بل يصلي ولا يترتب على صلاة ثواب ولا مضاعفات الثواب، يعني لا يأخذ الثواب المضاعف ولا هذه الحسنات. نعم، انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا، مزق أمرنا وفرق أمرنا، فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه. فقالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة. فقالوا: أنت يا أبا الوليد. فأتاه عتبة فقال: يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ يعني أبوك، يعني أنت أحسن ولا أبوك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبا منه وتواضعا. فقال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك، إنا والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومه منك. سخلة الذكر أو الأنثى من ولد الضأن ساعة يولد. المراد بالسخلة هنا المولود المحبب إلى أبويه. نعم، وفي رواية: ما رأينا سخطة قط أشأم على قومه منك، يعني أكثر بلاء لأبويه. نعم، فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب، يعني أنت عملت فينا اللي ما تعملش،
حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا، والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى، مثل صيحة الإيه؟ الحبلى يعني شرا يعاجلهم، يعني مصيبة، ما عندناش مستنين غير مصيبة قلن، إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى. يعني خلاص فما فضلش غير إن احنا هنقوم نقاتل بعض بسببك أيها الرجل، إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك، يعني لو محتاج فلوس نجيب لك، نجمع لك حتى تكون أغنى قريش رجلا، وإن كان إنما بك الباه، يعني تريد رغبة، عندك رغبة في النساء والزواج، فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرا. كان الجواز ساعتها يعني زي ما أنت عايز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغت، يعني انتهيت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، إلى أن بلغ: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال عتبة: حسبك، ما عندك غير هذا؟ قال: لا. فرجع إلى قريش فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما تركت شيئا، أرى أنكم تكلمونه إلا كلمته. قالوا: فهل أجابك؟ فقال: نعم. ثم قال: لا والذي نصبها بنية، ما فهمت شيئا مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: ويلك، يكلمك الرجل بالعربية لا تدري ما قال. قال: لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة. نعم، يعني هكذا أيها الإخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم تركه حتى قال ما عنده من استهزاء واستنكار وتهكم وسخرية وتحبيط، ويعني صد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يرجع عن قوله. والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ لم يجبه، لم يرد عليه، لم يجادله، انظروا، بل عرض الحق، وكأنه لم يدخل معه في هذه الطريق، في هذا الطريق الذي فيه جدال ومراء وكذا وكذا، ولم يقنعه، وإنما عرض ما عنده من الحق، وقرأ كتاب الله تعالى. هم عرب يفهمون جيدا اللغة، فبهت الرجل، ثم كان من شأنه أن رجع وأقسم بالسماء الذي نصب السماء بنية أو بنية أنه ما فهم شيئا غير التهديد بالصاعقة. ونكتفي بهذا القدر، ونستكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.